محل صغير في سوق فرعي في مركز محافظة الديوانية. تبنى الخياط علي الرازقي خياطة الكمامات ليوزعها مجانا على ما يحتاجها ويصعب عليه شرائها، ليساهم بذلك بكسر قاعدة التفاعل الطردي في قانون العرض والطلب. جهده طوعي والتكاليف يتحملها من ماله الخاصة، وساعات العمل الطويلة لا يهتم لها المصمم والخياط علي الرازقي أمام مهمته الإنسانية كما أسماها في خياطة الكمامات وتوزيعها مجاناً، حيث تتقص عن مواد تصنيع الكمامة الطبية من اختصاصيين وكيفية استخدام الإسفنج الخفيف والطبي، حيث سهولة غسلها وتعقيمها وتكرار استعمالها بدون أي آثار جانبية. أخذت قماش وأخذت كلينس وسويت كود بأولى العطرية، يعني كلينس وموضوع بالبيت شيء بسيط، فتكم نموذج فت 6-7. راسلت استاذ محمد بيهن فشجعني قال بالعكس هاي فكره جيده واستمر واحنا راح نشجعك ندعمك. فاجت اليوم ان شاء الله الصبح اخذت قماش كميه اكثر وجبت اسفنج غيرت مكان كلينس اسفنج، لان كلينس قلت انا منين غسل هذا يتملخ ويعني يذبل يروح يتلف. الاسفنج اضبط، اتصلت بابن اخوي الصيدلي قلت له عمو شنو تقول، بس قال بس اضبط وعميل اكثر يكون وصحه اكثر. فاخذت اسفنج ولاستيك وبلشت بيهم ان شاء الله كملت اليوم وجبة الاولى تقريبا بال60 وزحن يعني بالساحه، لان اكثر شيء تجمعات المتظاهرين معتصمين ذول هناك معتزين، هم تجمعات هذا المرض اكثر شيء ينتشر وين بالتجمع، هذول متجمعين اكثر معتزين اكثر من عندنا اكثر من بقيه الناس، فذول معتزين اكثر وعازلهم اكثر. اولا كان يوم ماكو، طبعا هذا تكلفته على الحساب الخاص كله يتوزع مجانا. تابعنا مع الرازقي مرحلة التوزيع حيث كانت وجهته ساحة اعتصام الديوانية ليقوم بتوزيعها لمن وجده هناك في ترحيب ومباركة له على خطوته الطوعية، ويكون درسا لمن حاول استثمار فرصة رفع أسعار الكمامات مؤخرا. من شاركه بالفكرة وشجعه على تنفيذها وهو أحد الشباب الذي رافقه في عروض للأزياء سابقا تحدث عن متعة العمل الإنساني رغم كل الظروف المتعبة، لكن عندما يكون النتاج إنساني فهذا هو الربح الأمثل. من زمان يعني نعمل سوى كوني يعني عارض أزياء ومعد مال المهرجانات، وهو كونه مصمم وخياط يعني يختص بهذا الموضوع. طرح الموضوع أنا وياه وتناقشنا به ودخلنا بعض الأطراف اللي هم مختصين بصيدلية أو عيادة طبية، فشرحنا عن القماش نسبة القطن مالته كون لازم تتوفر شقد، الاسفنج الطبي مثل ما يقولون التكة. ولم يخفي الرازقي بأنه قد تناسى كيفية الحصول على رزقه اليومي بقدر انشغاله وحماسه بيزداد العدد في خياطة الكمامات يوما بعد يوم لتكون واحدة من وسائل الوقاية ضد الفيروس الذي انشغل به العالم بأسره مؤخرا. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.